ذكرت أنه كلمة الله حية وفعالة، وأن الله ما زال يتكلم من خلال كلمته. تمام. الناس اللي يمكن عندها تساؤلات حول الكتاب المقدس، إيش عاوز توجه لها؟ يعني شو النصيحة اللي عاوز توجه لهؤلاء الناس؟ إذا كان عندك شك في كلمة الله، من فضلك حدد الشك في أي نقطة، والشك بتاعك أنا عايزك تطلع بره الكلام اللي اتقالك. إذا كان في حد قالك فكرة، من فضلك تعال أو افحصها. أنا بشجعك كمل معانا باقي البرامج اللي بنتكلم فيها عن الكتاب المقدس، ومن فضلك اتصل واسأل، سوف تجد إجابة، وإجابة منطقية، إجابة منطقية، وناقش وأوصل للحقيقة.